خصومات برنامج كاريزما حتى تطلعون عليها أنتم بأنفسكم، وقد أعذر من أنذر، وكذلك السادة المشاهدين يطلعون عليها. جاهزة يا شباب؟ تخرجونها لنا على الهواء حتى يتابعونها الشباب ويعرفون تفاصيل خصومات برنامج كاريزما للشباب اللي اليوم لهم يوم 11 وباقي على البرنامج. الله يلحقنا وإياكم خير ويطول عمارنا وعماركم على طاعته ومرضاته. كم باقي يوم؟ 79 يوم تقريبا. في التصميم جاهز؟ طلعوا لي على الهواء ما اشوفه. طلعوا الان على الهواء كما تشاهد مشاهدي الكريم. اقرا بنفسك داخل هالتصميم وما فيه من خصومات حتى تعرف بالضبط ما هي الخصومات المقررة على المتسابقين. اولا اغلاق المايك 100 نقطة، ثانيا التأخر عن الصلاة 200 نقطة، ثالثا التخلف عن الصلاة 500 نقطة، رابعا التأخر عن حضور الفقرات 100 نقطة، الغياب عن الفقرات 300 نقطة أو خطوة، الإساءة لفريق العمل والإدارة والإنتاج والإعداد والإخراج 400، الإساءة للرعاة 500، الإعلان لجهات تجارية غير راعية للبرنامج 500، إدخال الجوال 1000، شراء اتصال الدقيقة ب 200 خطوة، شراء خروج بإذن من الإدارة 500 نقطة أو خطوة للساعة الواحدة، مغادرة الموقع بدون إذن الساعة ب 2000 نقطة، الأخلاقيات والألفاظ السيئة 300 نقطة، اللبس غير اللائق 300 نقطة، العبث في الديكور والتخريب 300 نقطة، الخروج من البث لغير الضرورة مثل وضعنا الآن، واحد قام ترك الفقرة الرئيسية من غير عذر عليها خصم 200 نقطة، النوم في البث على مباشرة 100 نقطة، مخاطبة الكاميرا والجمهور والتلميح لها 200 نقطة أو خطوة، دخول كنترول 800 نقطة، الاقتراب من حرم الكنترول 400 نقطة. طبعا موضوع الكنترول حساس لان فيه اسرار خاصة بالاعداد والادارة، ممنوع اي شخص يدخل فيها. دخول مكاتب الادارة والاعداد 500 نقطة واخرى بحسب الحالة. طبعا ليش نقول خلاص شكرا لمخرجنا؟ ليش اقول الدخول الكنترول او حرم الكنترول مشدد فيه؟ في برنامج من البرامج واحد من المتسابقين كذا سوى ميانة ودخل غرفة الإعداد ما كان في أحد من الإعداد. اللي حصل وشو؟ أنه راح مباشرة، كان وقت برايم، قبل البرايم دخل الكمبيوتر حق الإعداد وشافه مفتوح ودخل على الأسئلة زين، وأخذ الأسئلة كلها حفظا واعتمد على ذهنه وذاكرته، فعرف الأسئلة والأجوبة ومخمق عليها. لما جاء وقت البرايم جاء السؤال الأول، لما جاء السؤال الأول الذيب أعطى جواب حق السؤال الثالث اللي شافه في الكمبيوتر في غرفة الإعداد. فأنا جالس مع الإعداد في غرفة الكنترول، قال واحد من فريق الإعداد يا جماعة هذا جاب الجواب حق السؤال الثالث، معناها في إنه. طيب نرجع، رجعوا لنا الكاميرات، هو ما انتبه في كاميرات مراقبة داخل غرفة الإعداد. لما رجعنا الكاميرات المراقبة وجد بأنه يعني شو اسمه، ان الرجل هذا جالس ياخذ الاسئله والاجوبه من الكمبيوتر. فكان وقتها مباشره احنا لما شفنا السؤال الاول غيرنا كل الاسئله بشكل سريع، وعلى نياتكم ترزقون. في الوقت هذا الرجل نفسه غادر البرايم، ما راح اقول اسم اي شخص. سمي احمد الفراج بتقول شيء؟ عبد الله الله يهينك، انا عندي بس ملاحظه. سم سم الله عدوك. استخدام الجوال لمده دقيقه والاتصال ب 200 نقطة أو 200 خطوة والخروج 500 خطوة، يعني معقولة دقيقة ب 200 وخروج ب 500؟ أحس في جاب كبير بين ال فهمتك، وأنا قرأت كذلك الجمهور لاحظوا مثل هذا، لكن ممكن مراجعتها واعتبرها قنصة لك، يعني إذا كانت بتستفيد منها ليش تعلم على أخوياك؟ كيف؟ فهمت؟ يعني اعتبرها مفيدة لك إذا أنا كانت أنا وياهم واحد عشان كذا نعلمهم. ايه فهي زي مثلا واحد يبغى يطلع ساعتين يقول باخذ ب 1000 نقطة صح؟ 1000 نقطة طبعا مؤثرة بشكل لا كبير. لا لا لان ابو عبد الله احنا تناقشنا فيها. ايه وقلت خلونا نسال ابو عبد الله ناخذ العلم. انت بامكانك يا هذه يا هذه. خلونا على هذه وهذه ونروح للي بعدها. ايه هي انت لك هذه ولا هذه؟ انت يعني اعتبر نفسك اقنص الفرصة، اذا كانت تشوف ان هذه فرصة مناسبة اغتنمها كلها من لين يتغير النظام في حال وجدنا في خطا. فهمت؟ لانه ممكن يعدل على بعض الاشياء ان وجدنا فيها فجوه او خطا ممكن تتعدل مع الايام. من ضمن الاشياء شباب اللي من اليوم ندشنها